محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع، أهلا وسهلا بك أستاذة لينا. بداية، لاحظنا التذبذبات وحالة التطلع لأداء مؤشر الدولار نحو الارتفاع، والتوقعات أيضا يبقى في حالة من الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة. اهلا بك. بدايه، بالنسبه لمؤشر الدولار الامريكي عم نشوفه على ارتفاعات وفيه قوه، وهذه القوه يستمدها من اجتماع الاحتياطي الفدرالي الامريكي الذي سيبدا هذا اليوم، فبالتالي هل توقعات تشير الى ان يكون هناك تجديد للسياسه النقديه وتسريع في تقليص برنامج شراء الاصول ومن ثم رفع اسعار الفائده في منتصف العام المقبل عام 2022؟ بالتالي عم يستمد قوته الدولار من تلك التوقعات بالرغم من متحور أوميكرون حول العالم وبعض الإغلاقات أو تجديد الإجراءات في بعض البلدان حول العالم نتيجة انتشار الفيروس الجديد من أوميكرون. فبالتالي الأسواق تترقب قرار الاحتياطي الفدرالي المتوقع بتجديد سياستها النقدية، احتمال هذا التجديد سوف يؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلا إذا جاءت قرارات الفدرالي الأمريكي عكس ذلك فسيكون هناك تأثير على الدولار بالضعف. نعم، إذا جميع التوقعات تشير إلى تجديد النقدي في الولايات المتحدة، ذلك انعكس سلبا على أداء اليورو تحديدا على منطقة اليورو. لاحظنا التراجعات الحاصلة في اليورو في ظل أيضا تسجيل الإصابات بالمتحور أوميكرون وبعض الإغلاقات في أوروبا، هل نتوقع المزيد من التراجعات في أسعار اليورو؟ نعم، بالنسبة لليورو الآن عند 1.12-1.81، هناك ضعف في اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وننتظر عدد من القرارات البنوك المركزية الأخرى، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وأيضا البنك المركزي الأوروبي. المتوقع أن يبدأ بتقليص برنامج شراء الطوارئ الـ PEPP، فهذا التوقعات لإنهاء برنامج شراء الطوارئ سوف يعطي يعني يحد من خسائر اليورو او الضعف في اليورو، لان نحن اذا شفنا الدولار وكان هناك في تجديد للسياسه النقديه فراح يكون هناك قوه للدولار وراح ياثر هذا يضعف اليورو، لكن مع انهاء برنامج شراء الاصول المتوقع ان ينهي البنك المركزي الاوروبي هذا سيحد من الضعف الحاصل في الذي ربما يحصل في اليورو. نعم، نذهب للحديث وايضا يعني رغم وايضا بالاضافه الى الاجراءات التي ذكرتها، الاجراءات التشددية عم نشوفها في البلدان الاوروبيه وبريطانيا، وحاله الوفاه التي حصلت اول حاله وفاه في بريطانيا، في كل هذا طبعا يؤثر ويضغط على اليورو، يعني لن يكون هناك رفع لاسعار الفائده وخاصه في بريطانيا، حتى عم نشوف انه كيف الباوند عم بيتراجع. لينا، حتى مع وجود يعني ارتفاع حاصل في معدلات التضخم بشكل ملحوظ، يعني أصبحت الآن المتحورة أوميكرون هي على رأس الأجندة الاقتصادية في أوروبا بعد التضخم؟ نعم، بالفعل طبعا متحور أوميكرون هناك مخاوف أنه يؤثر بالفعل على النمو الاقتصادي وأنه الإغلاقات الاقتصادية أو أي إجراءات هذا سوف يؤثر، لكن إلى الآن لم تتضح الصورة هل التأثير سوف يكون كبير، فكل يعني كل الاتجاهات أنه ما زالت يعني التأثيرات هي ستكون محدودة وخصوصا على المدى القصير، لكن ربما يؤخر بعض البنوك المركزية في اتخاذ هذا القرار، ومنه بنك انجلترا المركزي من المحتمل الا يتخذ اي اجراءات حول رفع اسعار الفائده، وايضا البنك المركزي الاوروبي سياسته ايضا معروفه، حتى لو التضخم ارتفع فهو مستمر في سياسته التحفيزيه، ربما يقوم ببعض الاجراءات وهو الذي ذكرها سابقا وهو بانهاء برنامج شراء الطوارئ، ونترقب ايضا البنك المركزي الياباني المتوقع باستمرار سياسته النقديه، كما ذكرنا التضخم سالب في اليابان وما زال يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التيسيرية لدعم الاقتصاد في منطقة أو في اليابان. نعم، يعني أيضا فيما يتعلق بالليرة التركية لينا، لاحظنا بالأمس كان هنالك المزيد من التراجعات في أداء الليرة التركية، وأيضا نتوقع والتوقعات عفوا تشير إلى المزيد من التراجعات، ماذا عن إذا قام البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، كيف سينعكس ذلك أيضا على الليرة التركية؟
نعم سيكون له تأثير بالفعل رفع توقع يعني أن يكون بالحديث عن رفع أسعار فائدة في منتصف العام المقبل سيكون له تأثير. الليرة التركية هناك تراجعات كبيرة عم نشوفها على الليرة التركية، نحن نتحدث عن عام 2021 يناير كانت 7.63، الآن نحن نتحدث عن فوق 14 دولار مقابل الليرة التركية، عم نتحدث بحدود ال 14 فوق ال 14 المقتربين من مستويات ال 15 دولار. احتمال أن إذا كان هناك البنك المركزي التركي قام بخفض أسعار الفائدة، وهذا ما يريده الرئيس التركي بمزيد من خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع مستويات التضخم اللي عم نشوفها في تركيا 20%، احتمال أن يصل التضخم أكثر من ذلك، فهذا عم بيأثر. وعم نشوف أن التصنيف السيادي للسلبية بخفض ستاندرد أند فورس، التصنيف السيادي لتركيا أثر بشكل كبير وأعطى المزيد من السلبية، وشفنا كيف البنك المركزي التركي تدخل للمرة الثالثة في أسعار الصرف، أمس دعم قليلا لكن عادت. عم نشوف أنه تراجعات بالنسبة للليرة التركية متراجعين، نحن منذ بداية العام عم نشوف تراجعات تقريبا 50%، فأي تجديد للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي طبعا هذا سوف يؤثر بشكل كبير وربما تنزلق العملة التركية أكثر من ذلك. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.